هذه الحصيلة يمكن لي نقول أننا راضين عليها كتجربة، لأننا وصلنا لواحد يعني العدد ديال الاتفاقيات والمشاريع اللي تم الموافقة عليها اللي تقريبا يغطي كل يعني البرنامج التنموي ديالنا، وحنا ما لازلنا في نفس الولاية. وفي نفس الوقت هذا الغلاف النص أكثر من نص فيه تم الموافقة عليه من المجلس ومن السلطات المعنية، تم التأشير عليه، وبالتالي وأصبح لي إنجاز. دونك يعني نصف ولاية نصف يعني الأعداد والغلافات اللي تم قابلة للإنجاز اليوم، واللي فيها معدل 21% الإنجاز إلى يومنا هذا، لأن وقت الإنجاز كي طويل. وكذلك تممنا كل المشاريع اللي كانت مبدية في الولاية السابقة كلها عن آخرها، بما فيها البي دي جي سي، يعني ذاك البرنامج ديال دار البيضاء الكبرى اللي كان سيدنا الله ينصرو عطى الانطلاقة ديالو. دونك هادوك المشاريع اللي كنا حنا مشاركين فيهم واللي كان خاصنا نسهروا عليهم، وكنشكر السيد الولي اللي جا وسرع داك الشيء وحل المشاكل اللي كانت واقفه في هاد الشيء. دونك هاد الشيء كله طرقناه. دونك الدوره كانت كذلك مناسبه لبرمجه مشاريع جديده، وهاد المشاريع اهمها كيهم الشغل، الاستثمار من اجل الشغل اللي كينطلق من الصندوق الجهوي للاستثمار الى مصاحبه مبادرات يعني ديال المقاولات الصغرى والتكنولوجيات الحديثه او في الصناعه التقليديه او غيرها، او حتى في المجتمع المدني اللي كيهتم بهذا المشكل ديال الشغل. واللي هاد يعني الميزانيه المرصوده في هذه الدوره يعني 48% منها غاديه الاشكاليات الشغل، والجزء الاخر تقريبا غادي غير الماء والبنيه التحتيه. دونك كاين هاد الاشكاليات الكبيره اللي هي الشغل والماء اللي عطيناها اولويه كبيره في هاد الدوره هذه، باش يعني غادي نحاول ان شاء الله كذلك نسرعوا التفعيل ديالها. النقطه الاخيره اللي طرقنا لها في هاد الدوره هو الميزانيه ديال الجهه، وكذلك التمويل المشاريع كما تتبعتم درنا واحد الرياضه يعني ماليه باش يعني نقصوا من التكاليف ونعبئوا الامكانيات اللي كانت ناعسه